اخواني في الله، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناه فكره ديكور. لهنا كما تشوفوا عندنا ورقه نتاع ستانلس ستيل سمر 0.5 ملم. لهنا كما تشوفوا مش نصنعوا منها وحده نتاع شفاط جميل جدا. قمت بالرسمه نتاعي هكذا، من بعد هكذا وهكذا وهكذا، شفتوه؟ لهنا عندي 10 سنتيم، لهنا عندي 30 سنتي، لهنا عندي 20 سنتي، 30 10. لهنا هذا الخط اللي في الوسط باش يكون كله مستقيم. شفتوه اخواني؟ شفتوه؟ الان بوريكم كيفاش نقوموا بعمليه القص. قسمناها على الورقة هذه اللي تشوفوا فيها، ومن بعد الأماكن اللي هي هذه اللي مش يجي فيها اللف، الأماكن هذه 1 2 3 4 بالمقاسات رسمناها على الأجناب ستانلس ستيل، وقمنا بالقص متاع زوايا هكذا باش نقدروا من بعد نلفوهم. القفل هذا اللي مش نصنعوه الآن يتسمى بيسبورسكي زاموك، يعني قفل بيسبورسكي. هنا حديدة هذه كما تشوفوا كبيرة ومستقيم، لازم الحرف نتاعها ناخذ 1.5 سنتيمتر، لأن العمق لهنا هو 2.5، ناخذ فقط 1.5، نعملوا الخط هذايا ونقوموا الآن بعملية اللف نتاعو في الأول هكذا. شوفوا معايا، خلاص. من بعد شنو نعملوا إخواني؟ ناخذ الورقة ونعاودوا نقلبوها، نحط الزاوية هذه 50 على 50 تكون عالية يعني قوية، ونبدأ اللف متاعها أكثر على 45 درجة. دواي بعد ما لفينا جزء هذا 1.5 السنتيمتر اللي فضل مش نلفوه للناحية الثانية، هذا هو القفل بيسبورسكي. لهنا اخواني شوفوا مع بعضنا، هذه هي الورقه نتاعنا، لفينا فيها الاقفال من الاربع نواحي كما وريتكم، الاقفال من هنا ومن هناك كما فهمتكم، وهذا معاديين 90 درجه ومقلوبه. تصرنا على الشكل هذا. الاماكن هذه شفتوها نتاع القص اللي قصيتها في وسط الورقه لحد القفل هكذا. الجانب نتاع الشفاط نتاعنا اللي هو هذا، الجانب هذا هو اللي مش يتلف الحديده هذه اللي في الوسط عليه. صورت لهنا كما تشوفوا الجانب نتاع الشفاط هذايا، صورته ومن بعد شوفوا هو هكذا. نقوموا بالمقاس الاول هذا يجي لهنا، نقصه لهنا بالضبط، يعني فتحته عباره هو هكذا وانا فتحت الرسم هكذا على الورقه، صاروا عندي الزوايا الكل اللي مش يصير فيهم لف، 1 2 3 4 الزواياكم علمتهم وقصيت هكذا باش من بعد نسهل على نفسي اللف نتاعي اللي مش نقوم به على المكنه الان ان شاء الله. نجيو للمكنة نتاعنا اللي وريتها لكم، الجهاز نتاع اللف اللي صنعناه من بقايا الحديد ووريته لكم في فيديو سابق. لهنا كما تشوفوا ركبنا، دخلنا الورق كما فهمتكم في فيديو سابق، مانيش باش نعاود كيفاش نستعملوا الآلة هذه، الجهاز هذا المصنوع باليد من فواضل الحديد. نركبوه ونخليه الحرف نتاعنا على المكان اللي قصيناه في الوسط، هكا الأماكن اللي قلت لكم نتاع اللف اللي قصيناهم اللي وريتهم لكم الآن. نتاكدوا بالرولات من انه المقاس هو نفسه على اليمين وعلى اليسار، من بعد نرفعوا الايد هذه الان بتشوفوا كيف انا برفعه وبلفه ان شاء الله. نرفع هكذا نلف الحديده نتاعنا، شفتوها؟ خلاص جاهز، شفتوها تلفت، نمشيوا للي بعده. الناحية الثانية صارت جاهزة، نعاود نفتح ونعاود نفتح، نمرروا للناحية الثالثة. وهذا هو الشكل نتاعها، لهنا معوجة أكثر من اللازم، من بعدين بنقوموها بواسطة الأجناب، مفهوم مفهوم، شفتوها بدأت تتصور الرسمة نتاعنا إن شاء الله. نمشيو للي بعده. الآن لازمنا نركبوا الأجناب. الاجناب دائما يكونوا اكثر ب 1.5 سنتيمتر باش نلفوهم وندخلوهم في القفل اللي عملناه لهنا هكذا. هذا ملفيناهم، دائما الزوايا اللي مش نلفوهم نقصوهم زاويه صغيره باش نقدروا نلفوهم. كيما تشوفوا نحطوها على الحديده من تحت مستقيمه ونضربوا باش نلفوها مع الحديده. شفتوا لهنا اخواني كما تشوفوا المكنة الثانية كذلك اللي وريتها لكم، الجهاز الثاني اللي في الفيديو السابق اللي عرفتكم فيه كيفاش تصنعوا المكنات هذه والاجهزة اللي تلف.
ندخل فيها الوحده ونقوم باللف نتاعي، لانه هناك لفيت بالايد من ناحيه، لانه من ناحيه هذه لفينا بالايد على الحديده، لهنا لازم نلفه هكذا خاطر لازمها تكون مستقيمه بالضبط. نشوفوا مع بعضنا. اوب خلاص اتلفت. نمشيو للي بعدها. شفتوها كيفاش تلفت اللف هذايا؟ خلاص نمشيو للي بعده. اوب خلاص اتلفت. شفتوها نفس العملية هناك. اوب اتلفت خلاص. صاروا عنا الستة نواحي بتاع الستة زوايا كلهم ملفوفين مع هذه اخر واحدة. نضغط ونلف سهولة تامة. المكنة هذه اللي يحب يصنع منها يمر للفيديو اللي وريته لكم في الفترة السابقة، يقدر يمر له عن طريق الدائرة البيضاء على هذا الفيديو او عن طريق علبة الوصف ان شاء الله. ناخذ المطرقة متاعنا الوحدة هذه، شنو نعملوا بها؟ الاقفال اللي عملناها هذه لهنا تكون مطبقة ياسر، ندخلها بين القفل الاول والثاني ونقوموا بالتوسيع متاعها، باش من بعد لما نركبوا الغطاء الثاني اللي مش يدخل الاماكن اللي لفيناها بالمكنه هذه، لما تدخل هنا في القفل هذايا تدخل سهله، ما نقعدوش نعوجوا فيها ونطبقوا فيها، لما تدخل تشد بلاصتها وقتها بالمطرقه الكبيره نقوموا باللف مره ثانيه ونقفلوها للاخر. هذه الوحده، هذه وحده من ماده التكستاليد، شفتوها؟ يعني ما تخليش اثر على ستانلس ستيل. شفتوا هذا بالزيج ماشينا يصير الوحدة هذه. من بعد نثقبوا هناك في الجزء اللي عملناه، ندخلوها توقف الحديد نتاعها لهنا، وهذا بيتلف من الداخل تولي ماسكة بدون لحام. الآن بتشوفوا كيف شفتوها، دخلناها شوية تو مش نقلبوه والطالع لفوه هكذا على الأجناب من داخل باش تولي ماسكة. الآن بتشوفوا كيف إن شاء الله. خلاص جاهزة. الآن كما تشوفوا من هنا تلفت على الحديد صارت ماسكة، ما عادش تطلع لهناك، نقلبوها. ومن هنا كما تشوفوا الوحدة اللي عملناها بواسطة آلة الزيج ماشينة ما تخليهاش تنزل من هناك، ما تطلعش من هنا ما تنزلش، يعني خلاص شفتوها صارت ماسكة مع هذه الوحدة. لهنا اخواني شوفوا مع بعضنا، بعد ما صنعنا الوحده نتاع الشفاط كامل الهيكل، اهم حاجه فيه هي وحده اللي تحبس الزيوت وغيره والدهون حتى ما تطلعش مع الهواء من الشفاط وتضرب يعني وتعبي لنا المحرك وتخربه لنا بسرعه، اللي تتسمى هي الوحده نتاع حبس الدهون اللي هي بالشكل هذايا. مش نوريكم كيفاش نصنعوها، ناخذ ونقصوا قطع، القطع هذه تكون اقل من العرض نتاع الوحده نتاعنا الكامله ب 2 سنتيمتر، باش يكون 1 سنتيمتر من تحت وواحد من فوق، ويكون العرض نتاعها 7 سنتيمتر، نقوموا باللف نتاعها بالطريقه هذه، شفتوها؟ تركب كلها هكذا، من بعد من الناحيه الثانيه بالعكس، لكن يركبوا مقابلين بعض، يعني هذه مقابلتها من هناك تصير هكذا. فهمتوني؟ باش يصيروا الفراغات هذه، الفراغات هذه لما بيزبد الهواء الدهون والهواء مع بعض، السرعة متاع الهواء لما تضرب لهنا، لما يكون هو من فوق هكذا، تطلع الدخان هذا معاه الزيوت والكل شيء والدهون، يضرب في الوحدة هذه، يضرب لهنا، وقت اللي يضرب الدهن دائما بيقعد على الوحدات هذه من داخل، وقتها يولي والهواء بيطلع. الدهن لما بيقعد بيخرج مع بعض يتجمع ويخرج وينزل في وحده اللي من تحت اللي مش نوريها لكم الان، يقعد المحرك نتاع الشفاط دائما نظيف وما يخربش جمله، مفهوم؟ مفهوم. بالنسبه للقطعه هذه اخواني ما قمتش بالتصوير نتاع الصناعه نتاعها لانها سهله، القطعه تكون الطول نتاعها قطعه 20 سنتي، نلفوا الاجناب نتاعها 45 90 درجه، ونقوموا بالقص مثل العمل نتاع الشفاط اللي رانيه من بدايه الفيديو، لكن الحاجه الوحيده هو ان لازمنا نقوموا باللحام نتاعها بالمكوى حتى ما تخرجش المياه، لانه مش يتلمد فيها الجير، يعني مش يتلمد فيها الدهون اللي بتطلع، لذلك من بعد ما نلحموها كما تشوفوا نخليوها يوم كامل معبيه بالمياه كما تشوفوا لهنا بالماء، ونشوفوها اذا كانها ما قطرتش امورها واضحه، اذا كان فما مكان بيقطر نزيدوا نلحموه شويه. خلاص
اول حاجه نشوفوا القطع هذه ناخذ نقصها الكل سيور سيور 7 سنتيمتر اقل ب 2 سنتيمتر من العرض الكامل. والان نوريكم ان شاء الله كيفاش باش نقوموا بعمليه اللفه نتاعهم على الجهاز. هو الجهاز كما تشوفوا هذا هو الجهاز الثاني، نحطوا فيه الجزء نتاعنا هذايا كما فهمتكم في فيديو سابق. هنا ونقوم باللف الجزء الاول على الحافة يعني 2 سنتيمتر من اليمين من اليسار، يبقاو 3 في الوسط. شفتوه؟ خلاص شفتوها صارت جاهزة. هذه الوحدات كما شفتوا عملناها الآن. توا لازمنا الصندوق هذا اللي من برا والوحدة هذه اللي خارجة منه. الصندوق اللي مشناه من برا ناخذوا قطع 7 سنتيمتر نفس الشيء ونقوموا كما تشوفوا لهنا ونقوموا الطول نتاعها. هذا الطول نتاعها هو المقاس الداخلي نتاع الشفاط نتاعنا اللي صنعناه اقل ب 2 سنتيمتر او 1 سنتيمتر. ونقوموا بالعمليه نتاع التدوير باش نصنعوا المربع اللي باش نركبوا فيه الوحدات هذه اللي صنعناها. خلاص لحمناها. نقطة ثانية. خلاص لحمناها. شفتوها صارت ملحومة أمورها واضحة. شفتوها ملحومة كما تشوفوا لهنا. نخليوها على زاوية متاع خشبة 90 درجة باش نتأكدوا انها 90 درجة ونقوموا بالضغط نتاعها ومش نركبوا فيها الوحدات اللي لفيناها مع بعضنا. ولهنا كما تشوفوا نقوم بالوضع متاع الوحدات متاعي مقلوبين واحدة ورا واحدة بالنقط هذوما اللي انا رسمتهم. ناخذ الآلة متاعي ونبدا اللحام نتاعهم كل وحده في مكانها. لهنا كما تشوفوا خلاص قمنا باللحام نتاعها كامله، صار الشكل نتاعها هكذا من الداخل هكذا ومن هنا كما تشوفوا هكذا. شفتوها هكذا هكذا وهكذا. الثانيين ما يجيوش مقابلينهم هكذا، لا لازمهم يجيو ما بين الاولى والثانيه يربطوهم بالناحيه الثانيه يعني بيصيروا هكذا. شفتوه Yeah, yes.